السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمزة راد، طالب طب بشري في السن الثاني في الجامعة الهاشمية، من أعضاء النادي الطبي. حكينا بالفيديو السابق عن إنه كيف بتكون حالة العصبون قبل ما يوصل المنبه المناسب. حكينا برضو عن القنوات الموجودة في الغشاء البلازمي للعصبون، قنوات التسرب والقنوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي والقنوات الحساسة للنواقل الكيميائية. وبرضو حكينا عن اللي هي أسباب اللي بتكون لي فرق جهد على جانبي غشاء العصبون، اللي هم أول شي قنوات التسرب الصوديوم والبوتاسيوم، وإنه قنوات تسرب أيونات البوتاسيوم أكثر من الصوديوم، وبرضه إنه الأيونات السالبة اللي جوا العصبون ما بتقدر تطلع لبرا، وآخر إشي اللي هي مضخة أيونات الصوديوم والبوتاسيوم اللي موجودة في الغشاء. وقلنا هاي كلياتها بتساهم في تكوين جهد الراحة اللي بيساوي -70 ملي فولت. وقلنا برضه إنه إذا وصل العصبون منبه أدى إلى فتح قنوات معينة بتأدي إلى دخول الأيونات الموجبة إلى داخل العصبون، وبالتالي راح يزيد فرق الجهد تاع على جانبي غشاء العصبون من -70، يبلش يتحرك باتجاه الصفر. الآن إذا وصل فرق الجهد على جانبي غشاء العصبون -55 ملي فولت، اللي سميناه مستوى العتبة أو جهد العتبة، راح بلش عنا عملية تكوين السيال العصبي اللي راح نتحدث عنها بالفيديو اليوم إن شاء الله. بالفيديو السابق وقفنا عند حالة العصبون بعد وصول منبه مناسب. العملية هاي الدور الرئيسي بيكون للقنوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي، هي اللي بتعمل على التحكم في هاي العملية، اللي هي قنوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي لأيونات الصوديوم، وفي عندها قنوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي لأيونات البوتاسيوم. حالة العصبون بعد وصول منبه مناسب، اللي هو شنو المنبه المناسب؟ هو اللي بيؤدي إلى وصول فرق جهد غشاء العصبون إلى -55 ملي فولت، أو إلى مستوى العتبة أو إلى جهد العتبة، كلهم بعطوا نفس المعنى. أول مرحلة فيهم إزالة الاستقطاب. قلنا إنه إذا وصل المنبه المناسب، في عندي قنوات حساسة لفرق الجهد الكهربائي خاصة لأيونات الصوديوم. هاي شو بتعمل؟ هاي يعني متى بتفتح؟ بتفتح لما يوصل فرق جهد غشاء العصبون -55 ملي فولت. إذا بتتذكروا لما حكينا عن القنوات الموجودة في الغشاء البلازمي للعصبون، كانت القنوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي قلنا إنها بتفتح أو اللي بتحكم فيها هو تغير فرق الجهد على جانبي غشاء العصبون. وإذا بتلاحظوا هنا اتغير فرق الجهد من -70 إلى -55، وهذا التغير هو بحفز هاي القنوات لأنها تفتح وتبلش حركة الأيونات من خلالها. الآن كيف حركة الأيونات من خلال قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي؟ تتحرك فيها أيونات الصوديوم من السائل بين الخلوي إلى داخل العصبون. إذا قلنا تدخل بتتحرك من السائل بين الخلوي، يعني من برا الخلية، من برا العصبون إلى داخل العصبون. هسا لما تبلش تدخل الشحنات الموجبة إلى داخل العصبون، شو راح يصير عندنا؟ راح تبلش تتحرك، يتحرك فرق جهد غشاء البلازمي للعصبون إلى اتجاه الصفر، لأني أنا شو قاعد بزيد؟ قاعد بزيد شحنات موجبة جوا العصبون. الآن راح يظل يزيد، راح يظل تدخل أيونات الصوديوم عن طريق هاي القنوات لحتى يوصل فرق الجهد على جانبي غشاء العصبون إلى موجب 35 ملي فولت. الآن بس يوصل فرق الجهد على جانبي غشاء العصبون إلى موجب 35 ملي فولت، قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي راح تسكر. قلنا إلى موجب 35 ملي فولت، وبعديها راح يؤدي إلى غلق قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي. إذا قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي بتفتح عند فرق جهد -55 ملي فولت، وبتغلق عند فرق جهد موجب 35 ملي فولت،
وحركة الأيونات بتكون من خارج العصبون أو من السائل بين الخلوي إلى داخل العصبون أو إلى السائل داخل الخلايا، وبتؤدي إلى زيادة الشحنة الموجبة للعصبون. هاي أول مرحلة اللي هي مرحلة إزالة الاستقطاب. المرحلة الثانية اللي موجودة عندنا، الرسمة هاي راح نرجع لها كمان شوي لما نخلص المراحل كاملة، لأنه في عليها كثير ملاحظات بتهمكم. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة إعادة الاستقطاب، قلنا بنهاية مرحلة إزالة الاستقطاب بوصل فرق الجهد على جانبي غشاء العصبون لموجب 35 ملي فولت. لما يوصل لموجب 35 ملي فولت، قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي راح تسكر. بالتالي لما تسكر قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي، راح تفتح قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي. طبعا هاي القنوات زي ما قلنا انه القنوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي بتفتح وبتسكر بناء على تغير فرق الجهد على جانبي غشاء العصبون، وهاي القنوات المحفز تاعها انه يوصل فرق الجهد تاع على جانبي غشاء العصبون الى موجب 35 ملي فولت، الى موجب 35 ملي فولت. الآن لما تفتح قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي، شو راح يصير عندنا؟ هاي القنوات بتعمل على تحريك أيونات البوتاسيوم من السائل بين الخلايا إلى السائل بين الخلوي، أو من داخل العصبون إلى خارج العصبون. بكون حركة الأيونات فيها عكس حركة الأيونات بقنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي، إذا فتتدفق أيونات البوتاسيوم إلى خارج العصبون. الآن لما أنا أبلش أطلع أيونات موجبة من جوا العصبون لبرا، شو اللي راح يصير؟ راح تبلش تقل الشحنة الموجبة داخل العصبون، وبالتالي راح تبلش تزداد الشحنات السالبة داخل العصبون. إذا شحنة الشحنة داخل العصبون أو فرق الجهد على جانبي غشاء العصبون راح يبلش يتحرك باتجاه الصفر، وبعدين يبلش يتحرك باتجاه السالب. لما تتحرك أيونات البوتاسيوم عن طريق هاي القنوات، راح تصير عندي إشي اسمه زيادة استقطاب. ليش؟ لأنه أنا طلعت أيونات موجبة أكثر من اللازم. يعني هون عملية إعادة الاستقطاب بكون هدفها إنه أرجع فرق جهد على جانبي غشاء العصبون لسالب 70 ملي فولت اللي هو جهد الراحة. الآن لما يزيد دفع أيونات البوتاسيوم إلى خارج العصبون، راح ينزل فرق الجهد أكثر من سالب 70 ملي فولت، راح يوصل لسالب 90 ملي فولت، لسالب 90 ملي فولت، وهاي العملية اسمها زيادة الاستقطاب. إذا نفرق بين إزالة الاستقطاب، إعادة الاستقطاب، وزيادة الاستقطاب. هسه بس نخلص المرحلة هاي كاملة اللي هي حالة العصبون، بعد وصلنا بالمناسب راح نرجع نراجعهم مع بعض. الآن لما يوصل فرق الجهد لسالب 90 ملي فولت وتصير زيادة الاستقطاب، هاي الفترة اسمها فترة الجموح. ليش؟ ليش سميناها فترة الجموح؟ أو شو بيصير في هاي فترة الجموح؟ لا يستجيب العصبون لأي منبه آخر. يعني لو إجا أي منبه ثاني بده يفتح قنوات معينة اللي بتدخل لي أيونات موجبة لجوا الخلية أو لجوا العصبون، هاي القنوات ما راح تفتح شو ما كانت قوة المنبه. هنا بكون العصبون همه الوحيد إنه يرجع فرق الجهد على جانبي الغشاء تاعه من سالب 90 ويرفعه لسالب 70. الآن لما يوصل عصبون لفترة الجموح، قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي راح تسكر. إذا قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي قلنا بتفتح عند فرق جهد موجب 35 ملي فولت، وبتسكر عند فرق جهد سالب 90 ملي فولت، سالب 90 ملي فولت. الآن عند فترة الجموح، لو سألك سؤال إنه حالة قنوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي سواء الصوديوم أو البوتاسيوم، الثنتين راح يكونوا مغلقات تماما. ولو سألك مثلا إنه حالة قنوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي في حالة زيادة إزالة الاستقطاب، راح نقول إنه قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي
راح تكون مفتوحة، قنوات عينات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي راح تكون مغلقة. بمرحلة إعادة الاستقطاب راح تكون قنوات عينات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي هي المفتوحة، وقنوات عينات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي هي المغلقة. الآن قلنا وصلنا لفترة الجموح اللي هي بتكون سالب 90، بيكون فرق الجهد على جانبي غشاء العصبون سالب 90 ملي فولت. الآن العصبون كيف بده يرجع فرق الجهد على جانبي غشائه إلى سالب 70 ملي فولت؟ في عندي شغلتين بقدر أشتغل عليهم اللي هم مضخة عينات الصوديوم والبوتاسيوم. شو دورها؟ الآن إحنا قلنا في مرحلة إزالة الاستقطاب اللي هي بتبلش من عند سالب 55 ملي فولت لعند موجب 35 ملي فولت، مين اللي بيشتغل؟ قنوات عينات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي. شو بتساوي؟ بتعمل على إدخال عينات الصوديوم لجوا. وفي مرحلة إعادة الاستقطاب في عندنا قنوات عينات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي بتطلع عينات البوتاسيوم لبرا. احنا قلنا في البداية لما بلشنا نحكي عن السيال العصبي انه عينات الصوديوم في الحالة الطبيعية بتكون متركزة خارج العصبون، وعينات البوتاسيوم في الحالة الطبيعية بتكون متركزة داخل العصبون. الآن لما صارت عندي هاي العملية هون، عينات الصوديوم زاد تركيزها جوا وعينات البوتاسيوم زاد تركيزها برا. الآن بدي حدا يرجع لي التركيز زي ما كان، بحيث انه تكون عينات الصوديوم برا كثيرة وعينات البوتاسيوم بقى جوا كثيرة. مين المسؤول عن هذا الاشي؟ اللي هو مضخة عينات الصوديوم والبوتاسيوم. نتذكر مع بعض شو دور مضخة عينات الصوديوم والبوتاسيوم او شو عملها. بتعمل على نقل ثلاث عينات صوديوم الى خارج الخلية وعيني بوتاسيوم الى داخل الخلية او الى داخل العصبون، وهيك هي بترجع تركيز عينات الصوديوم برا وبترجع تركيز عينات البوتاسيوم لجوا. الان بدي حدا يرجع لي فرق الجهد. مين اللي راح يرجع لي فرق الجهد؟ قنوات تسرب عينات الصوديوم والبوتاسيوم بيصير في بناتها موازنة معينة عشان يرجع فرق الجهد لسالب 70 ملي فولت اللي هو جهد الراحة. جهد الراحة سالب 70 ملي فولت. في قلنا في شكل مشينا عنه وقلنا راح نرجع له بس نخلص المرحلة كاملة. أي الشكل؟ هذا الشكل بيلخص لنا كل المراحل اللي حكينا عنها اللي بتوصف حالة العصبون بعد وصول منبه مناسب. أول شيء في عندنا مرحلة الراحة اللي هي عند سالب 70 ملي فولت، هي أول مرحلة. المرحلة الثانية اللي هي وصول منبه بيرفع لي فرق جهد على جانبي غشاء العصبون الى سالب 55 ملي فولت لمرحلة سين. طبعا سالب 55 ملي فولت هاي اللي هي مستوى العتبة او جهد العتبة. الان قلنا لما يوصل فرق جهد على جانبي غشاء العصبون الى سالب 55 ملي فولت شو راح يصير؟ راح تبلش عندنا مرحلة ازالة الاستقطاب بحيث انها تفتح قنوات عينات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي وتبلش تدخل عينات الصوديوم لجوا العصبون، فبالتالي راح تزيد الشحن الموجب جوا العصبون وراح يتحرك فرق الجهد من السالب باتجاه الموجب. راح يوصل تقريبا لموجب 35 ملي فولت. الان هذا فرق الجهد راح يكون زي منبه انه يا قنوات عينات صوديوم حساسة فرق الجهد الكهربائي الان انت خلص دورك، بالتالي راح تغلق هاي القنوات. وراح برضو هذا فرق الجهد يكون منبه لقنوات عينات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي انه يلا هسه بلش دورك وبيبدأ فتح هاي القنوات، بالتالي راح تبلش عندي مرحلة اعادة الاستقطاب لمرحلة جيم. شو قلنا شو بصير فيها؟ انه قنوات عينات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي بتبلش تطلع عينات البوتاسيوم الى خارج العصبون، بالتالي بتقل الشحن الموجب جوا العصبون وبرجع بينزل فرق الجهد ل باتجاه السالب. الان قلنا فرق الجهد ما بوصل لسالب 70، لا بينزل اكثر من سالب 70، بوصل تقريبا لسالب 90 اللي هو عند المرحلة دال. وقلنا هاي شو اسمها العملية؟ اسمها زيادة
استقطاب. تمام، بهاي المرحلة بوصل فرق الجهد لسالب 90 ملي فولت، وبسميها هاي الفترة فترة الجموح. فترة الجموح في اشي معين بميزها حكيناه لازم نكون عارفينه، انه فيها لا يستجيب العصبون لاي منبه اخر، يعني لو اجى اي منبه ثاني بده يفتح القنوات المعينة اللي بتدخل ايونات موجبة عشان ترفع لي فرق الجهد لمستوى العتبة اللي هو سالب 55 ملي فولت، وقتها هذا العصبون ما راح يستجيب، راح يكون همه الوحيد هسه انه يرجع الفقر الجهد لجهد الراحة، وبعدين اي منبه بيجي بيرجع باب بكرر هاي العملية. بالتالي قلنا في شغلتين هم اللي بيرجعوا لي جهد فرق الجهد عن جهد دماغي غشاء العصبة منها الى جهد الراحة، اللي هم المضخة اللي بتعيد للتركيز زي ما حكينا، وفي عندنا قنوات التسرب بصير بيناتها موازنة معينة حتى ترجع فرق الجهد الى جهد الراحة. الرسمة هاي كانت تتكرر بالوزارة كتير، بيسألوك عن بتجيب لك الرموز مثلا ألف سين با جيم دال، وبيسألك مثلا شو اسم المرحلة جيم، أو بيسألك شو اسم المرحلة ألف، بيسألك مثلا وضح دور القنوات الحساسة لفرق الجهد، قنوات الأيونات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي في المرحلة با مثلا. مثلا ممكن يسألك ما الذي يؤدي إلى عودة مثلا فرق الجهد من المرحلة د إلى المرحلة ألف، وهيك. بالتالي لازم تكون فاهم الرسمة هاي كاملة، لأنه كثير بتتكرر وكثير بتيجي. في هنا سؤال هون بقول لك ادرس الشكل 2 إلى 5 ثم بين سبب حدوث المراحل والفترات المرقمة بالأرقام 1 2 3 4 5. بلش الآن مرحلة واحد، شو اسمها هاي؟ بنروح بنطلع على فرق الجهد على المحور الصادي، بنلاقي سالب 70 ملي فولت. بتذكر أنا بقول سالب 70 ملي فولت هذا بذكرني بجهد الراحة. جهد الراحة هسه هو بده سبب حدوث جهد الراحة. لو بتتذكروا بالفيديو السابق حكينا عن أسباب تكون جهد الراحة على جانبي غشاء العصبان، اللي هم 3 أسباب. أول سبب اللي هو قنوات التسرب، أيونات الصوديوم والبوتاسيوم. قنوات قلنا أسباب هاي المرحلة اللي هي مرحلة أول مرحلة اللي هي أسباب تكون جهد الراحة، اللي هم 3 أسباب، قنوات تسرب أيونات الصوديوم والبوتاسيوم. إن قنوات تسرب أيونات البوتاسيوم بتطلع أيونات البوتاسيوم لبرا العصبون، وقنوات تسرب أيونات الصوديوم بتدخل أيونات الصوديوم لداخل العصبون. ولأنه قنوات تسرب أيونات البوتاسيوم بتطلع بتكون أكثر بالغشاء البلازمي للعصبون، فبالتالي يعني أنا بطلع موجب أكثر من الموجب اللي بدخله، بالتالي أنا بعمل غلبة للشحنات السالبة داخل العصبون. شغلة ثانية إنه الأيونات السالبة بتكون مرتبطة بمركبات كبيرة الحجم، بالتالي ما بتقدر تطلع برا العصبون عن طريق قنوات بروتينية معينة، بالتالي راح تعمل برضو غلبة للشحنة السالبة. ثالث سبب معنا اللي هو مضخة أيونات الصوديوم والبوتاسيوم، اللي بيطلع 3 صوديوم لبرا وبيدخل 2 صوديوم، برضه بتأدي إلى زيادة تركيز الشحنة السالبة داخل العصبون. إن هسه المرحلة الثانية اللي هي مرحلة وصول فرق الجهد إلى مستوى العتبة. نتذكر شو اللي بوصل لي فرق جهد على جانبي غشاء العصبون الى مستوى العتبة او جهد العتبة اللي هو سالب 55 ملي فولت، اللي هو وصول منبه مناسب يؤدي الى فتح قنوات معينة تؤدي الى زيادة نفاذية الغشاء البلازمي الايونات الموجبة. بتبلش الايونات الموجبة تدخل لجوا، وبالتالي بترفع فرق الجهد من سالب 70 باتجاه الصفر، لانه انا قاعد بزيد موجب، بالتالي راح توصل لسالب 55 ملي فولت. الآن في عنا المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة بشوف بتبلش عند سالب 55 ملي فولت وبتخلص عند موجب 35 ملي فولت. مين اللي ببلش عند سالب 55 وبنتهي دوره عند موجب 35؟ قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي. قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي بأي مرحلة بتشتغل؟ بمرحلة إزالة الاستقطاب،
إزالة الاستقطاب. الآن شو السبب؟ قلنا إنه لما يوصل فرق الجهد بعد ما يوصل مستوى العتبة ويبلش تبلش هاي العملية، راح تفتح قنوات أينات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي. شو بتعمل هاي؟ بتبلش تدخل صوديوم من برا الخلية إلى داخل الخلية. الآن لما تبلش تدخل موجب لجوا، يعني أنت قاعد بتزيد بالشحنة، بتحركها باتجاه الصفر وبعدين بتحركها باتجاه الموجب. الآن راح يظل الصوديوم يدخل جوا العصبون لحتى يوصل فرق الجهد موجب 35 ملي فولت. الآن بس يوصل موجب 35 ملي فولت، هذا بقولنا إنه منبه، أو إنه يا قنوات أينات الصوديوم حساسة لفرق الجهد الكهربائي، أنت انتهى دورك الآن، اتسكري. فبتسكر، بعد ما تسكر هاي القنوات راح تفتح عندي قنوات ثانية اسمها قنوات أينات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي. هون مرحلة ثلاث خلصت، بروح على مرحلة أربعة. شو المرحلة اللي بتبلش من عند موجب 35 وبتنزل تقريبا لبعد السالب 70؟ نتذكر قلنا أول شيء عندنا إزالة استقطاب. هسا أنا أزلت الاستقطاب، طب شو بعديه؟ بدي أرجع الاستقطاب. إذا شو اسم هاي المرحلة؟ اسمها إعادة الاستقطاب. إعادة الاستقطاب، إعادة الاستقطاب، أنا شو بدي أسوي؟ بدي أرجع الفرق الجهد باتجاه السالب. شو معناته بدي أسوي؟ بدي أطلع أيونات موجبة من داخل العصبون لبراته. مين القنوات بتعمل لي هذا الإشي؟ هي قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي. بتبلش تطلع البوتاسيوم لبرا، بتبلش تطلع ويتدفق البوتاسيوم بقوة لبرا، وبتظلها تفتح القنوات. الآن ما بتوصل لسالب 70، هي بتفرط، بصير في إفراط في إخراج الشحنة الموجبة، بالتالي راح ينزل فرق الجهد إلى أكثر من سالب 70. الآن قلنا لما يوصل أكثر من سالب 70 في المرحلة 5، هاي شو اسمها؟ اسمها زيادة الاستقطاب. طبعا هنا عند هاي المرحلة أو بداية هاي المرحلة بتسكر قنوات أينات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي، إنه خلاص يعني بكفي. لوين بده ينزل فرق الجهد أكثر؟ هسا بيكون هم العصبون إنه يرجع فرق الجهد على جانبي الغشاء إلى جهد الراحة. الآن سبب حدوث المرحلة 5 اللي هو زيادة تدفق أينات البوتاسيوم عن طريق قنوات أينات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي إلى خارج العصبون. وهيك بيكون السؤال خلص وإجابتنا عنه كانت كاملة. طبعا هو ما بيجيب لك السؤال هذا كامل يعني بالصيغة هاي، لأنه راح تكون كمية الكتاب كبيرة، يعني بيجيب لك هو رقمين أو رقم، بيسألك عن الاسم والسبب زي ما حكينا. لحد هون بتكون خلصت عنا عملية تكوين السيال العصبي بعد وصول المنبه المناسب إلى العصبون. الآن قبل ما ننتقل للموضوع اللي بعده، في مجموعة أسئلة وزارة بدنا نحكي عنها ونشوف إذا قدرنا نغطيها ولا لا. في سؤال إجى بالدورة الشتوية 2019، كان السؤال: ماذا يحدث عند كل مما يأتي؟ السؤال كان: ماذا يحدث عند وصول فرق الجهد على جانبي غشاء العصبون إلى سالب 90 ملي فولت؟ في نقطتين بدنا نحكي فيهم. سالب 90 ملي فولت هاي أنو مرحلة؟ مرحلة زيادة الاستقطاب. الآن لما تكون مرحلة زيادة استقطاب، قلنا شو اللي بيصير؟ تغلق قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي، لأنه أنا ما بدي أطلع موجب أكثر لبرا، خلاص بكفي يعني. وثاني شغلة، تنشط مضخة أينات الصوديوم والبوتاسيوم. وثالث شغلة اللي هي تساهم قنوات تسرب أينات الصوديوم والبوتاسيوم في إعادة تكوين جهد الراحة. ثلاث نقاط هذول ضروري نكتبهم. في عندنا برضه سؤال اللي هو مقارنة بين إزالة الاستقطاب وإعادة الاستقطاب في حالة بوابات قنوات أينات البوتاسيوم. الآن في حالة إزالة الاستقطاب، قلنا مين اللي بتكون شغالة؟ اللي هي قنوات أينات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي، هي اللي بتكون مفتوحة. معناته قنوات أينات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي بدها تكون مغلقة. وفي حالة إعادة الاستقطاب، قلنا القنوات اللي بتكون شغالة هي قنوات أينات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي، بالتالي بدها تكون مفتوحة. برضو
كان في سؤال مقارنة في دورة 2019 شتوي، اللي هو السؤال اللي قلناه قبل اللي هو دورة 2016 صيفي. السؤال دورة 2019 شتوي، وماذا ومقارنة بين إعادة وإزالة الاستقطاب في اتجاه حركة العيونات. طبعا كانت إجابته كالآتي، إنه في إعادة في إزالة الاستقطاب بتكون حركة أيونات الصوديوم إلى داخل العصبون عن طريق قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي، وفي إعادة الاستقطاب تكون حركة أيونات البوتاسيوم إلى خارج العصبون عن طريق قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي. أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي. هيك بيكون موضوع حالة العصبون بعد وصول منبه مناسب انتهى. الآن راح ندخل بموضوع جديد اللي هو كيفية انتقال السيال العصبي شغلتين، على طول محور العصبون نفسه وكيفية انتقال السيال العصبي بين عصبونين أو في منطقة التشابك العصبي. نبلش انتقال السيال العصبي. الآن أول إشي بدنا نحكي فيه اللي هو انتقال السيال العصبي على طول المحور. نفرض مثلا إنه والله السيال العصبي أو المنبه إجا مثلا كون السيال العصبي في بداية محور العصبون، كيف السيال العصبي هذا راح ينتقل على طول المحور عشان يوصل لآخر العصبون اللي هم اللي عند الحويصلات التشابكية أو عند الأزرار التشابكية. الآن لو نفرض مثلا بالرسم هون تكون السيال العصبي، بلش تكوينه عند المرحلة ألف زي ما قلنا، إنه بداية بتفوت أيونات الصوديوم لجوا، بصير عندي إزالة استقطاب، بعدين إعادة بتبلش إعادة الاستقطاب، وبعدين اللي هي زيادة الاستقطاب، بعدين برجع لجهد الراحة. الآن نشوف هون مرحلة ألف دخلت أيونات الصوديوم لجوا. إذا مرحلة ألف بأي حالة راح تكون؟ راح تكون بحالة إزالة الاستقطاب بسبب دخول أيونات الصوديوم عن طريق قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي. الآن بصير السيال العصبي ينتقل، يعني يمشي على محور العصبون، كيف؟ مرحلة باء صارت عنده حالة اللي هي إزالة الاستقطاب. الآن مرحلة ألف خلصت مرحلة إزالة الاستقطاب، بدها ترجع لما لجهد الراحة عن طريق مرحلة إعادة الاستقطاب. وهنا مرحلة جيم لساته ما صار عليها إشي، فبالتالي هي في مرحلة الراحة. الآن مرحلة ألف بعد ما صار عندها إعادة استقطاب وزيادة استقطاب وفترة الجموع وهاي الأمور، راح ترجع لمرحلة الراحة اللي هي ألف. باء بعد ما كان عندها إزالة استقطاب راح تروح لمرحلة اللي بعديها اللي هي مرحلة إعادة الاستقطاب. مرحلة جيم لأنه قلنا قبل كانت في مرحلة الراحة، فبالتالي هي راح تبلش راح يبلش السيال العصبي عندها بتكوين يتكون عن طريق مرحلة إزالة الاستقطاب بداية. طبعا هاي الطريقة اللي هي الانتقال، انه ورا بعض عن السيال العصبي بتكون في اماكن ورا بعضها على محور العصبون، بتكون بالعصبون الغير محاط بغمض مليني. نذكركم لما حكينا عن تركيب العصبون انه بعض العصبونات بكون في على المحور تاعها غمض مليني، والغمض مليني هو اللي بتكونه خلايا شفان، وبكون بين الخلايا شفان او بين يعني على طول محور العصبون بكون في عندي عقد اسمها عقد رامفير، بكون في عندي عقد اسمها عقد رامفير. الان خلينا نحكي في حالة وجود غمض مليني كيف راح يكون انتقال السيال العصبي، عن طريق طريقة اسمها النقل الوثبي. النقل الوثبي كيف يعني؟ يعني مثلا نفرض هي عندي هون العصبون، عندي هون خلية شفان
وعندي هون خليت شفان، عندي هون خليت شفان. عندي هون بالأسود عنقاد رانفير. لأن كيف شو اللي راح يصير بالضبط؟ راح مثلا هاي ألف، هاي باء، هاي جيم. الآن كيف العملية بتكون بالضبط، اللي هي عملية النقل الوثبي؟ نفرض إن المنبه إجا عند المنطقة ألف هون، راح يصير في عنا شو؟ إزالة استقطاب. باء راح تكون في مرحلة الراحة، وجيم راح تكون في مرحلة الراحة. الآن لما توصل ألف لمرحلة إعادة الاستقطاب، المنطقة اللي محاطة بالغيون المليني وخلايا الشفان ما راح يعني تفوت مرحلة اللي هي تكوين سيال عصبي اللي هي إزالة استقطاب إعادة استقطاب، لا، راح تروح لعقدة ترانفير اللي بعدها اللي هي عند باء، راح يصير فيها شو؟ إعادة إزالة استقطاب. وجيم راح تضلها في مرحلة الراحة. الآن ألف راح ترجع لمرحلة الراحة بعد ما تمر بزيادة استقطاب وفترة جموح، باء راح يعني تفوت مرحلة إعادة الاستقطاب، وجيم راح تبلش في مرحلة إزالة الاستقطاب. يعني ليش سميناها النقل الوثبي؟ لأنه السيال العصبي ما بنتقل على طول المحور، هو بنتقل على نقاط معينة اللي هي عقد رانفير، يعني زي كأنه قاعد بنط نط على محور العصبون. يعني كان بألف راح نط عن خلية شفان ووصل مرحلة باء، وبعدين راح ينط عن خلية شفان اللي هون ويوصل لمرحلة جيم. هاي بالنسبة ل طريقة النقل الوثبي. الآن بدنا نقارن بين سرعة انتقال السيال العصبي من عصبون إلى آخر، ونشوف شو العوامل اللي بتأثر. أول عامل بيأثر اللي هو وجود الغمد المليني وسمكه، والثانية اللي هي قطر محور العصبون. وجود الغمد المليني بقول لك هون إنه تزداد سرعة انتقال السيال العصبي بوجود الغمد المليني وزيادة سمكه. ليش؟ لأنه أنا بوجود الغمد المليني زي ما قلنا هنا، أنا ما بحتاج أكون السيال العصبي على طول محور العصبون، أنا بحتاج بس أكونه بنقاط معينة اللي هي عقد رانفير، فبالتالي أنا بوفر وقت إني أكونه مكان خلايا شفان، فبالتالي راح يكون أسرع. برضو إذا زدت قطر محور العصبون راح تزداد سرعة انتقال السيال العصبي. ليش؟ لأنه حركة الأيونات جوات العصبون بتصير أسهل، فبالتالي دخول وخروج الأيونات في مراحل زيادة الاستقطاب وإعادة الاستقطاب وإزالة الاستقطاب راح تكون أسرع، وبالتالي راح يعني يتكون السيال العصبي بشكل أسرع، وبالتالي تزداد سرعة انتقاله. في على الموضوع هذا سؤال وزاري كان في دورة 2018 شتوي، كان طالب سؤال فسر تزداد سرعة انتقال السيال العصبي بوجود الغمد المليني. كان جوابه لأنه بوجود الغمد المليني بتصير عملية انتقال السيال العصبي عن طريق النقل الوثبي، فبيكون تكوين السيال العصبي فقط عند عقد رانفير، فبالتالي بكون أسرع. لهون احنا خلصنا موضوع انتقال السيال العصبي على طول محور العصبون. ان شاء الله بالفيديو القادم راح نشرح انتقال السيال العصبي في منطقة التشابك العصبي. ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا معنا، ويعطيكم ألف عافية.